جايز انا بدي اخبركم شيء. الا تقول انا ما عشان بدي اروج، ما عشان بعمل شيء بوجه ابدا. طبعا كثير هيك حابه حالي لانه مبينه هيك ناتيه عمري مبينه عمري، مبينه صغيره. لك سبحان الذي خلقك على التكوين. بس بنفس الوقت كثير على بالي ارجع اعمل جولاين، ارجع كمل شوي شفافه، يعني ارجع اعمل بوتوكس، ارجع هيك شوي زبط حالي. ما انتوا العمليات التجميل اللي بتعملوها ليل ونهار في خلقيتكم بتلخبط الناس. فانتوا اعطوني رايكم شو حابين، وقت بعمل وجهي او هيك. بس انا بصراحه يعني بحب حالي هيك كثير. لا اله الا الله. بس بحب لما بعمل الجولاين وبكبر شفافي اكثر. اهدي روقي، بينتيها علنا جهليني. تقريبا سلي شي 6 شهور مش عاملي وجهي، وراح كل شي بوجهي. بس والله مو باين انه عاملي انفه. مو بس انفه، ونافخه تمه وعاملي غمازات. اوكي، ف برجع بقولكم انتوا عطيني رايكم، واكيد انا يعني يمكن يعني يمكن اسمع كلمتكم، ما بتعرفوا يمكن انتوا اذا قلتوا لي لا ما تعملي ما اعمل. ماما انا ما اعرفش يا ست هاني. انا ما اعرف اقول على طول. هلا انا ماما مثلا بتقلي انه ما تعملي وجهك، انه خليه هيك ناتشورال ومبين على طبيعته، انه ما تدقري. بس انا ما بعرف، كثير معوده على حالي انه هيك يكون عندي جولاين واكبر شفاف شوي، شو ما بعرف ضايع. شو رايكم انتم؟ هو انا هخبي على حضرتك ليه؟ هو في بيننا وبين بعض لا مؤاخذه محاكم ولا اولاد ولا حاجه. لحالكم باي هلا. اكيد انا 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 كل يومين ثلاثه حنزلكم قصص جديده ومهضومه وحلوه. اوكي شو التوت، سيليكون ولا طبيعي؟ تهتموا فيني وانا كمان بحب اهتم فيكم، ومثل ما انتم بتحبوني انا بحبكم، مثل ما بتدلوني وبتغنجوني انا الغنوج. انا بصراحه شكلها استلي قصيده بمناسبه القعده الظريفه. وتشوفوا هيك، بتشوفوا هيك بشرتي انه ترتاحوا اكثر. طب ما تقولوا انه هيداك فلتر. اوكي جايز بحبكم، ليكو شفتوا. أتمنى أن أمسك سكينة وأذبح بها نفسي على قد ما أحبك يا ملح قلبي. ليكو شفتوا هيدا هيك، يعني أنا هيك بحب أقرب الكاميرا على وجهي، بحس ببين أكتر. بحبكم كتير. شي كتير قوي. شو جسم، شو جمال، شو أخلاق، شو صيت. ماريو كل اللي ناموا معه بيشكروا فيها.